بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف خلق المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لمن آمنوا إنك رؤوف رحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، كما ذكر الإمام الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين، وكما قرأنا هذه الفقرة، قال: وأعلم أيضا أن الوجد هذه الحال عند السماع ينقسم إلى هاجم المتكلف، يهاجم يعني ما لا تملك رده، أشبه بقضية التداعي الحر، وإلى متكلف أن يسمى تواجد، وهذا التواجد متكلف، فمنه مذموم، وهو الذي يقصد به الرياء. والرياء هو إظهار ما لا تبطن، الرياء إظهار صورة للناس ما لا تبطنها، وإظهار الأحوال الشريفة مع الإفلاس منها. لو للتقريب للأذهان، مثل واحد يعني يظهر، وكان فرق كبير جدا بألا يظهر الفقر وأن يظهر الغنى، وهو ليس كذلك، يعني يظهر مظهرا أمام الناس وهو ليس كذلك. التعفف شيء، وأن يصور الإنسان نفسه للناس بشكل هو ليس عليه شيء آخر، والقصد منه السمعة، السمعة. نعم، تحدث عن سمعته هو، أو أن يقول أنه فعل كذا وكذا وكذا وهو لم يكن، يعني مثلا يقول أنه كان حاضرا في المعمعة ولم يكن فيها، يكون قد وصل آخر الناس ومع ذلك إيش يقول أنه كان في الموقف الفلاني وكان في كذا وكان في كذا. هنا نتحدث عن شيء آخر، نتحدث عن حال قلبي يبين للناس أنه يعني من أهل الله، وأنه يتأثر بالكلام، وإظهار الأحوال الشريفة مع الإفلاس منها، ومنها ما هو محمود، وهو التوصل لاستدعاء الأحوال الشريفة واكتسابها واجتلابها بالحيلة، فإن للكسب مدخلا في جلب الأحوال الشريفة. يعني أيضا ذكر هنا برضو تقرب الصورة، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحضره البكاء في قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن، فإن هذه الأحوال قد تتكلف مبادئها في البداية تصطنع الحزن، وكيف لا تحزن على من، يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرت به جنازة، جنازة يهودي، قام لها فقيل له أنها اليهودي، قالت أوليست نفسا. ولكن القضية أيضا أن نعتبر أن هذه النفس أفلتت منه من دعوته، وهذه قضية مهمة، يعني أنت لست لا تفرح بوجود الناس بعيدا عن الإسلام، ولا تفرح لي معصية فلان أو لفسق فلان، أصل فيها أن تحزن، أصل فيها أن تحزن لهؤلاء الناس. ولا يستبعد أننا إذا سمحنا للأطفال بعدم احترام العرف والدين والقانون أن يخرجوا فساقا في نهاية الأمر. وتطور المجتمع إذا صحت التسمية قد يؤدي إلى مثل هذا. أنا أريد أن أتحدث عن شيء لعل القصة هي التي تبين ذلك. قالت لي الدكتورة إيرمي ري ستوكر، ري اسم عائلتها وستوكر اسم عائلة زوجها، ثم حينما طلقها تركها وهجرها وهي كبيرة في السن، رجعت لإيرمي ري حاف. وأنا أذكر المسألة
أذكر شيئا وأعود إلى سريعا. من أشهر طبيبات النساء في العالم وهي التي أوجدت وأول رئيسة قسم نساء في زمانها في فريبورغ في سويسرا، وأول من أوجدت يعني، وكانت مشهورة وتسافر وتكتب، وقامت بتوليد آلاف النساء. لا تضلك حافظة على اسم زوجها. الآن هي قالت أن زوجها قال لها: لم تحملين وتنجبين وأنت التي يعني، وكان كل هؤلاء الأولاد إيش؟ أولادك. فصدقت الفكرة وأنها مشغولة وأنها كذا وأن بحث علمي وطب وسفر ومؤتمرات وكذا، حتى حينما كبرت وجف عشبها واصفر شجرها ويبست أرضها، ذهب إلى أرض خضراء يعني راح مع واحدة صبية، راح إيش؟ قالت: أنا التي ولدت كل هؤلاء النسوة لم ألد، أنا حينما أضع رأسي على الوسادة أبكي من الوحدة. المال والدور واللي بدك إياه والخدم وال بدها بك ما بتربي كلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله يا سيدي. كل حال، على كل حال نصل إحنا إلى بيت القصيد. قالت لي أن النساء في بلادها حتى لم تكن تخرج للعمل كما يخرجن اليوم حتى في بلادهم، واحتاجوا إلى النساء في المشاغل والمصانع والمعامل فأخرجوا النساء إلى، فأصبح هنالك اختلاط وأصبح هنالك حمل وأصبح هنالك حاجة إلى تغيير القانون للسماح بالإجهاض. رأيت كيف الحاجة للإجهاض؟ لأنهم تركوا الحبل على الغارب. قالت: وتحسن الطب في بلادهم وكبر الناس في العمر، أمر الله عز وجل، تطعيم، رعاية صحية كذا، وصلوا. هي نفسها الآن في التسعينات، هي نفسها الآن إيش؟ في التسعينات. قال: كبر الناس. قالت لي: وسيغيرون القانون بحيث يسمحون بقضية المساعدة الطبية في الانتحار، يسموه يوثنيجا، نيه القتل الرحيم. هو ما دام استخدم كلمة قتل رحيم، كيف بده يكون رحيم؟ يعني المعنى القتل قتل، قتل وقت الإجهاض قتل له الاختيارية. واحد مل، واحد من أستراليا القانون لا يسمح له بأن، ومل الرجل أعلن عن حاجته اللي يريد أن يساعدوه على الموت، إبرة الموت لا تبرعوا له وودوه على غربي أوروبا درجة رجال الأعمال، تبرعوا له انه تفضل روح، وراح ولا طبعا ولم يعد. لا ما يعني المعنى انه الاطباء يعطونه من الحقن والادويه والمنومات بحيث انه ايش؟ ليس ينام فقط هو، وانما كل اجهزته ايش؟ تنام. وانتهت القضيه. ارايت الى ان وصل، اين وصل المجتمع؟ لا بر، لا بر، وحده هكذا يعيش الإنسان في نهاية حياته، ولا أسرة ولا عائلة ولا ممتدة، ولا نركب هناك في القطارات فلا ترى طفلا اختياري أو كبار في السن، لا يعيدون إنتاج أنفسهم من الأنانية. من إيش؟ من الأنانية. قالت لي إحدى موظفات معهد لازلت ألقي فيه محاضرات من السويد، كانت في الأربعينات وكانت متزوجة وحملت بإذن الله عز وجل عن قصد، ولكنها أجلت أيضا إلى الأربعينات عن قصد،
وتقول وتذمر كيف سأذهب وكيف سأعمل وكيف مع هذا الحمل مع هذه الولادة. طب ما إلك 40 سنة ما استكفيتي، ما عندك قدرة سنة سنتين حتى يكون عندك طفل تتمتعي بتنشئته. ما احنا برضو الآن تورطنا من المستشفى على الحضانة، بدهاش لا بدها ترضع ولا فيها حيل ترضع ولا في حليب، ما في. كيف لا نحزن؟ أنا أقول وبصدق بإذن الله عز وجل، الملاذ الأخير لأهل الكرة الأرضية إن صبرنا على هذا الدين فهو الملاذ الأخير لأهل الكرة الأرضية، وإن استسلمنا لأمر الله عز وجل ارتحنا. كما تفطر عند ألف الله أكبر، يا أخي أمسك عند ألف الله أكبر وبدون مجادلة وبدون إزعاج، ارتفع الأذان وصلينا السنة وبدأنا بالصلاة بالفرض وفي لسه شباب بتشرب مي وكأنه إيش يعني كل هذا علم عندك؟ ألا تفطر عند ألف الله أكبر؟ ما تسمع أنت بداية الأذان؟ ألا تفطر؟ طيب نفس الشيء، ولا لازم دائما احنا يكون لنا هذه الامور مثل ما قال ذلك الرجل رحمنا الله جميعا رحمه الله حيا وميتا لا اعرف ان كان لا زال على قدره على قيد الحياه، قال هم رجال يعني ابو حنيفه ومالك والشافعي واحمد بن حنبل رحمه الله، قال هم رجال ونحن رجال، إن قصدت الذكور فقد صدقت، وإن قصدت العلم فنحن لا لسنا على أول الطريق. إن شاء الله نتشرف يعني نكون على أول الطريق، هم رجال ونحن رجال. ولذلك ليش ترمي بعرض الحائط كلام كل هؤلاء العلماء وبعدين تنبري وتتصدر وتقول نعم؟ ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يحضره البكاء في قراءة القرآن أن يتباكى ويتحازن، بأن هذه الأحوال قد تتكلف مبادئها ثم تتحقق آخرها، وكيف لا يكون التكلف سببا في أن يصير المتكلف بالآخر طبعا. وهذا كما قلنا بالأمس في الشجاعة وفي الكرم، تكلف في البداية فيصبح ديدنا ومعدنا وسجية عندك تتأصل. نعم من شاب على شيء شاب عليه، ولكن شاب الصحابة الكرام في الجاهلية وشذبهم الإسلام، يعني من كان الإنسان أن يغير وأن يبدل، من كان الشخصية حتى لو الإنسان على كبر أن يغير المنهاج. بعض الدعاة الآن إلى الإسلام، يوسف إستس الذي كان في المسجد الأقصى قبل أسبوعين، هذا أسلم في تكساس قريب من فورت وورث، راهب قسيس أسلم وأصبح من الدعاء إلى الله عز وجل، تغير 180 درجة. بول ويليامز الآن بلوغينج ثيولوجي للي بيعرف أن يصل لهذه المواقع، سبحان الله ربنا ييسر. وأنا صليت براهب تسمى مصطفى الله يجزيه الخير ربنا يتقبل، كنت أنا وإياه في فيرمونت في ولاية فيرمونت في أمريكا، وهي ولاية عدد سكانها بسيط جدا، صليت به كان وشرح لي ما مر به من يعني من سنوات في التعلم والرهبنة وشيء عجيب. سموني عالم مسلم أصبح راهبا وحاخاما، القضية قضية أنه سبحان الله العامي عندنا خصيصا العربي إجمالا
من عرف هذا الدين، من عرف، مش قضية إنه الأهل يكون عندهم اسم، ونحن لا نصبر على الأولاد في المساجد، وهم ورثة المساجد، ومن بعدهم صغارهم، ومن بعدهم صغارهم جيل ورا جيل، فلا يعيش الأطفال بعيدا عن المساجد، خذوهم، خذوا الأولاد والأحفاد إلى المساجد حتى يعودوا، حتى ينشأوا بين الرجال، حتى يسمعوا كلام الخير. لعب بلعب ليل نهار، سبع سنين مميز، وإمكانه أن يأم فيك في الصلاة إذا كان حافظا وكان واعيا، قد وصل سن التمييز. وكل من يتعلم القرآن أولا يحفظه تكلفا ويقرأه تكلفا من غير تمام التأمل وإحضار الذهن، حتى أن الإمام الغزالي يتحدث في قواعد العقائد، أعطي العقيدة للطفل وبعد ذلك حفظه فليحفظ، ثم يأتي الفهم بعد ذلك. بدك تضيع الأوقات في التفهيم والكلام في ماليزيا الطلاب يكاد الواحد فيهم لو ضحيت به على العيد لا يتحدث. طلاب، القاعة مليئة بالطلاب وسكوت، يكاد لا يتحدث، أدب شديد جدا، أدب شديد إيش جدا. في الجامعات لدينا لا يكاد يسكت، عنده ما عنده بده يحكي. قيل لي لو تحدثت مع فلان لو كان ينصت لو دقيقة كان بإمكانه يتحدث معه، تحدث معه فيفتح إذاعة، والإذاعة مرات ما هو المذيع إذا قابلك مرات هو يتحدث، مرات يعطيك الفرصة مدام قابلك. بعض الناس لا يعطيك الفرصة، كيف له أن يتعلم؟ نعم، يحفظه تكلفا يقرأه تكلفا من غير تمام التأمل إحضار الذهن، ثم يصير ذلك ديددا للسان مضطردا حتى يجي به لسانه في الصلاة وغيره وهو غافل. هذا برضو كمان إن شاء الله مقبول، لكنه برضو مشكلة. الأصل في ألا تكون غافلا عن صلاتك، يجب أن يكون قلبك حاضرا، فيقرأ تمام السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتهائه إلى آخرها، ويعلم أنه قرأها في حال غفلته. وكذلك الكاتب يكتب في الابتداء بجهد شديد، ثم تمرن عليه يده، تتمرن ثم تمرن عليه يده، فتصير الكتابة له طبعا، فيكتب أوراقا كثيرة وهو مستوفي القلب بفكر آخر. قال بعض طلاب الإمام الغزالي عنه رحمه الله أنه كان يملأ 4 كراريس كل ليلة من حفظه ومن علمه. حينما سرقت كتبه أخذها قطاع الطرق ومشى وراءهم وهدده مقدمهم، أعادوها إليه، لكنه قال حينما سأله لمة الحق منها يعني، قال علم أخذتموه مني، قال كيف لا تحصل علم وقد استطعت أن أخذ منك؟ قال هذا مستنطق أنطقه الله. فعاد إلى طوس وحفظ الكتب، حتى إذا سرقوها منه مرة ثانية لا يتأثر، حفظ الكتب. اكتب، ابحثوا على جوجل عن المسجد الأقصى، فترى لغيرنا عشرات المقالات لغير المسلمين، فأين نحن من الكتابة؟ ركزنا كثيرا على الحفظ والبصم كما نسميه، والمركز على الفهم وقضية الكتابة. يعني أنا الآن سأجيب على السؤال، سأل سائل الآن جزاه الله خيرا يقول المسجد الأقصى يقتحم وأين المشايخ؟ لا 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 لا
سأقول لكم أتريد للقاضي أن يترك المحكمة ويترك قضايا الناس ويجلس في المسجد؟ من يقول نعم؟ أرأيتم؟ كل إنسان له دور، وكل إنسان، ألا يقولون مشايخ السلطان؟ لو أن من يقول بأن كل المشايخ تترك الوظائف الرسمية ويصبح الناس بلا مفتي وبلا قاضي وبلا، من يقول؟ يا سادة يا كرام، كنت مارر أمس في السوق فسمعت أحدهم يقول فلان حرامي عن بعض الشخصيات المعروفة، أنت شاهدته وهو يسرق، تشهد بهذا في محكمة عند الله عز وجل، تشهد أنه سرق؟ أم سمعت أم اخترعت؟ إن سمعت فكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وإن اخترعت فويلك. خلينا بس إيش، ولا تعرفون الهم الذي هم فيه. الناس ترى الشخصيات هاي المشايخ ولا تعرف الهم الذي هم فيه. هذا احتلال، هذا ماله احتلال، وطال، ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى ويحرر القلوب. والروهينجا أن يعيد لهم حقوقهم، ذلك في ميانمار، بورما سابقا، والإيغور الذين في الصين، والآن تدور الدائرة على المسلمين في الهند، وكشمير الذي عمر قضيته مثل عمر قضية فلسطين 1948. وحدث ولا حرج عن حال الدول العربية، التقسيم الذي الصومال 3 صومالات، بلاد مزقت وشعوب شردت وهجرت وأصبحت لاجئة في بلاد لا تفكرن أن المسألة تتعامل، سبحان الله. وأيضا يجب أن يكون الإنسان أن يفهم دين الله عز وجل وأن يفهم الواقع أيضا، وأن يفهم الواقع. تفضل. انت تفضلت وقلت عن اهل مانيزيا انه حتى الطالب او اي انسان من مانيزيا او المسلمين الموجودين في مانيزيا يتعامل معك باخلاق الاسلام. نعم. يتعامل معك بالاسلام. نعم. طبيعي انه مثلا انا اجي واخذ كرسي من هون بيطب علي 10 مش واحد. صحيح. 10. صحيح. اقول له تاخذ كرسي. صحيح. عشان اقرا عليها قران. صحيح. يصير ملكه. يصير إله. صحيح. طب ليش أنا العربي الأصلي إني شو اسمه أنا أتمثل بالإسلام أزود من الماليزي، لأن لغتي القرآن بلغة العرب بلغة. نعم صحيح. أنا معك. لا عبر سنوات طويلة وأنا أشاهد قضية المشاحنة بين الناس وأتعجب. إن حصل حادث سير لا يكون أول ما يقول أنا آسف. الحمد لله على السلام. عادة ليس تعميما. الأدب معروف.
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أدب، كان خلقه القرآن. سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها أدب. فمن نشأ في هذه المدرسة كان على الأدب، وإن كان اسماً يعني اسمه مسلم أو صفته ولم يكن حاله، ماذا نفعل؟ نعود فنقول أين الحديث عن الأدب؟ وأين وزارة التعليم والأدب؟ وكأن في سند الحديث شيء ولكن المعنى صحيح، أدبني ربي فأحسن تأديبي. والتربية التي يقول يسمون وزارات التربية والتعليم بهذا الاسم، والتربية النماء للإنسان ولغيره، ولا تؤاخذوني ألا تقولون تربية المواشي، ألا تقولون تربية الدواجن، ألم يقل فرعون لسيدنا موسى عليه السلام ألم نربك فينا وليدا، أطعمتك أسقيتك. ولكن فرعون أدنى من أن يؤدب سيدنا موسى عليه السلام، ولذلك كان سيدنا موسى عليه السلام بحاجة إلى دورة إيش؟ دورة في مدين يرعى الغنم هناك، دورة مدتها من 8 إلى 10 سنوات، وأظن أنها 10، لتصنع على عيني صياغة شخصية جديدة حتى يعود إيش؟ يعود نبيا، يعود إيش؟ نبيا رسولا. فصنع هناك في مدين، سبحان الله. وعلى الطريق تعلمون إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، وجد على النار هدى ليس كما ظن، ولكنها كانت بداية بعد تلك الدورة. بده الواحد 8 سنوات 10 سنوات وهو في حال إيش؟ من التأدب من الصناعة، يخلو بنفسه ليل نهار، نركض من مناسبة لمناسبة، وأولادنا ليل نهار بنركضوا من موقع لموقع، ومن لابتوب لآيباد لتليفون، أولاد صغار يحملون، أولاد أطفال صغار يحملون آيفون عندنا في بلادنا ثمنه 2000-3000 دولار، أطفال صغار، ما يحصل كل شيء، لما يتأدب؟ والمجتمع لا يشجعه، والأهل يشجعونه على غير الأدب. هذا كله في الأساس. وإذا سمح الإنسان، يجب أن تسمح للإسلام أن يشذب هذه الجوهرة التي في داخلك. كل إنسان فينا يولد وفي داخله جوهرة، اسمح للإسلام أن يحافظ عليها، أن يشذبها، أن يعتني بها. وإلا مثل الماس، بعضه لا ينفع إلا للجرح للقطع، مادة قوية صلبة. طيب، إذن حتى يجي به لسانه أي بالقرآن في الصلاة وغيره وهو غافل، فيقرأ تمام السورة وتثوب نفسه إليه بعد انتهائها، بعد انتهائه إلى آخرها، ويعلم أنه قرأها في حال غفلته. الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.